اسمي نورا بحليقة، أنا صاحبة ومؤسسة Qommunication. Qommunication شركة دعاية وإعلان، صار لنا 4 سنين من بدينا. طول عمري أعشق التسويق والعلاقات العامة. أنا دراستي الجامعية كانت علوم سياسية، وبعدها اشتغلت في دائماً في التسويق وفي العلاقات العامة. قبل أبدأ Qommunication كنت رئيس العلاقات العامة بأحد الجهات اللي في الدولة، وهناك انتبهت على شيء، إن كنا دائماً نشتغل مع شركات أجنبية، شركات تسويق وعلاقات عامة أجنبية. الشركات كانت ممتازة والخدمات اللي تقدمها جداً عالية، بس الحملات اللي كانوا يعطونا إياها أو الأفكار اللي كانوا يعطونا إياها كنت أحسها شوي أجنبية، ما تناسب الكوميونتي، ما تناسب البيئة اللي إحنا فيها. فهني بديت أفكر أقول إنزين ليش ما أتعاون مع شركات محلية. فبديت أسوي ريسيرش، لاحظت إن إحنا كان عندنا نقص في الشركات المحلية بالمستوى المطلوب. وهني جات على بالي فكرة إن أنا أبدأ Qommunication. طبعاً ما كان قرار سهل أبداً. إحنا في مجتمع يشجع التمسك بالوظيفة. الوظيفة شيء جداً زين، بالعكس يعني أنا مع الوظيفة، بس قرار إنك تصير انتربرنور، قرار إنك تصير رائد أعمال، مو شيء سهل. الحمد لله أبوي شجعني. وبديت شركة Qommunication، كان حلم بالنسبة لي. أول مكتب بديته في Qommunication، طبعاً جدا محظوظة أن أنا الحين في مكتب جدا جميل ومكان جدا حلو، بس أول مكتب بديته في Qommunication كان جزء من حضانة قطر الأعمال، وكان في الصناعية الجديدة. كنت كل يوم أسوق للصناعية عشان مكتبي، وكنت جدا فخورة في مكتبي. أنا فخورة أكثر كل ما أشوف مكتبي قاعد يكبر، التيم اللي عندي قاعد يكبر. من أكبر التحديات اللي واجهتني أول ما بديت شركة Qommunication من 4 سنين هو إن بالنسبة للتسويق والماركتينج، هاي شيء أنا أصلاً كنت أحبه وعشقه، يعني هاي شيء أنا ما كنت حاسة بتعب وأنا أسويه، بالعكس كنت جداً مستمتعة. بس التحدي كان إنك شلون تخلق بزنس بلان أصلاً مش موجود، يعني موضوع السوشيال ميديا وموضوع الانفلونسرز، مؤثرين التواصل الاجتماعي، ما كان في ايجنسيز تسوي هالشيء. يعني كنت قاعده اخترع العجله مثل ما يقولون. يمكن هاي كان من اكبر التحديات، بس بنفس الوقت يعني الحين لما انظر هالموضوع بالعكس انا كنت محظوظه، لان كنت اسوي شيء اسمه ترايل اند ايرور، يعني كنت اجرب طريقة معينة في العمل، إذا ما نفعت أرد أجرب طريقة ثانية، لحد ما وصلت لعجلة العمل اللي تنفع واللي نفعت معي. وأنا جدا فخورة الحين وسعيدة إن أنا أشوف يعني في شركات ثانية طلعت قاعدة تستخدم نفس البزنس بلان، يعني هالشيء يعني أنا جدا أحس بالفخر فيه. هاي كانت أحد التحديات. يمكن تحدي ثاني واجهني إن ريادة الأعمال شيء مش يعني ما تحصل العديد من رائدات الأعمال، بالذات في مجالات السيرفيسز، الخدمات، في مجالات التسويق والسوشيال ميديا. كان شيء جديد بالنسبة للمجتمع، ويمكن كان عندي تخوف إن أنا كنت من أول رائدات الأعمال في هالمجال. من بديت شركة Qommunication إلى اليوم الحمد لله بتوفيق من رب العالمين حصلت على أنواع كثيرة من الدعم. الدعم مش شرط يكون مادي، بالعكس بالنسبة لرائد الأعمال يعني أقل دعم أهمية هو الدعم المادي. الدعم المعنوي جدا مهم، يعني الحمد لله رب العالمين لما بديت شركتي حصلت دعم سواء من أهلي، سواء من العملاء اللي وثقوا فيني من البداية وعطوني فرصة إن أنا أشتغل لهم وأثبت نفسي لهم، سواء من حضانة قطر الأعمال أو بنك التنمية، ثقتهم فيني وتبنيهم لمشروع Qommunication لحد ما قام المشروع وصار يعني بفضل رب العالمين قمنا نمسك كلاينتس
جهات رسمية وشركات خاصة من أكبر الأسامي الحمد لله رب العالمين في الدولة. هاي كلها يعني أنا أعتبره دعم جدا مهم. أنا أشجع كل رواد الأعمال، أي حد عنده فكرة، إحنا الحمد لله في دولة قطر ندعم رواد الأعمال في كثير جهات رسمية وغير رسمية، من ضمنهم برين تراست لدعم رواد الأعمال أو دعم أي شخص عنده فكرة أو حلم يبي يحققه. عندي ثلاث نصائح لكل رائد أو رائدة أعمال. النصيحة الأولى، تمسكوا بحلمكم. إذا أنت شخص عندك حلم، عندك شيء تؤمن فيه، إذا عندك بزنس بلان تعتقد أنها بتفيد المجتمع، تمسك بهالحلم، حارب من أجله. النصيحة الثانية، لا تستسلمون. البزنس بلان أيا كان، أي بزنس بلان، أي بزنس يمر بفترة خمول، بفترة ازدهار. تعلموا من أخطائكم، ادرسوها وغيروا your business plan لحد ما تنجحون. النصيحة الثالثة والأخيرة، لا تخافون من طلب المساعدة. المساعدة مش بالضرورة تكون مادية. تشوفوا حد ناجح في مجال أنتم تبون تدخلونه، تقربوا منهم، اطلبوا نصايحهم. دائما الناجحين يساعدون بعض ويرفعون بعض، والله يوفق الجميع.